نعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حقيقة الناس زي ما بيتفاوتوا في الدنيا في مسائل الطاعة والقرب من ربنا، يوم القيامة برضو هيتفاوتوا في الدرجات والمنازل في الجنة. وكل لما تكون عايز تقرب وتعلى لازم تقرب وتعلى أيضا في الطاعة، اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واسجد واقترب. عايز تقرب أكتر وتعلى أكتر في درجات الجنة فلازم تكون مقرب أكتر وساجد في الدنيا وعابد في الدنيا ومطيع لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما انت عايز بقى وانت اللي تحدد براحتك، قرب أكتر واجتهد أكتر عشان تاخد ثواب أكتر. النهاردة هنعرف أربع حاجات: أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر واحد هيخش الجنة ومين صاحب أعلى وأعظم منزلة في الجنة. هنعرف الأربعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة ابن شعبة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. يا رب أنا عايز أعرف أقل واحد في الجنة هيبقى عامل إزاي. فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيروح يقرب من الجنة فيسمع أصوات الناس وهم بينعموا في الجنة فيخيل إن الجنة خلاص اتملت. مين قال الكلام ده؟ ده الجنة يا جماعة هتتملي بأهل الجنة وهيفضل فيها مكان، وربنا يخلق للجنة خلقا آخر يملأ به الجنة. وده هيأتي معانا إن شاء الله حينما نتحدث عن مساحة الجنة وجمال الجنة. فالشاهد في الموضوع أن الرجل يخيل إليه، يعني ده مش حقيقي، يخيل إليه أن الجنة ملأ، فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فربنا بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فراجل يفكر كده يلاقي ده حاجة كبيرة أوي، يقول له رضيت يا رب. فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة يقول له رضيت يا رب، يعني عايز يقول ده كتير جدا عليا. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني هو قال له عليك خمس مرات قد ملك ملك من ملوك الدنيا، لا وكمان عشرة أمثالي يبقى 50 ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقام سيدنا موسى تعجب قال رب هذا أدناهم، ده أقل واحد في الجنة ياخد قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ده أقل واحد فيهم. قال فما أعلاهم؟ لما ده أدنى أهل الجنة فما أعلى أهل الجنة؟ فيقول جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عايز يقول له يا موسى عليه السلام مهما قلت لك ما فيش عقل بشر على وجه الأرض ممكن يتخيل النعيم اللي أنا ممكن أعطيه لأعلى أهل الجنة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. في رواية تانية عند مسلم أيضا إن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ يا سبحان الملك، يعني هيدلوا الدنيا دي كلها وأدها 10 مرات، يعني 11 مرة أد الدنيا. ده يا جماعة أقل واحد في الجنة، بالله عليك ده يستحق إن احنا نزعل مع بعض عشان فلوس وعشان دنيا وأواضي مرفوعة على ناس في محاكم وخلافات بين ناس، يعني قرايب وأرحام وبين أهل وبين أباء وبين أبناء ومشاكل بين عيلة واحدة وأسرة واحدة علشان دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويوم ربنا يكرمك وتخش الجنة. لو كنت أقل واحد في الجنة ليك قد الدنيا دي كلها 11 مرة، حضرتك متخيل؟ يا
لو ان ليك في الجنه قد المكان الجميل اللي احنا اللي الكاميرا جايباه، المكان الحلو اللي احنا عايشين فيه ده، ده الواحد لو ليه قد الحته دي بس في الجنه يقول يا رب كفايه وحلو ورضا ورحمه وجمال ونور. امال لما يكون ليك قد الدنيا كلها 11 مره وانت ادنى اهل الجنه. طيب احكي لنا بقى قصة اخر واحد هيخش الجنة، مش انا اللي احكيها، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث ايضا رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اخر من يدخل الجنة، الرجل ده كان ليه قصة جميلة جدا في غاية روعة، قال اخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، وانت عارفين الصراط احد من السيف وادق من الشعر، حاجة صعبة جدا يعني. قال اخر من يمشي على الصراط رجل، اخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. يعني ايه الكلام ده؟ يمشي على الصراط شوية ويقع شوية والنار تلسوعه شوية. ليه هو الصراط فين؟ الصراط منصوب فوق متن جهنم، خد بالك. وعايز تعرف حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر، وافكر لك حديثين في عجلة سريعة يوضح لك قد ايه الصراط كبير جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم ان المولى عز وجل ينادي على ادم يوم القيامة يقول يا ادم اخرج بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. سبحان الله. طبعا ده قبل بدء الشفاعات. الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد، الضرس الواحد في حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا على اختلاف الروايات، ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. حجم الكافر الواحد بالأحاديث الصحيحة، حجم الكافر الواحد في النار ما بين مكة والمدينة، يعني حجمه 450 كيلومتر. شوف تخيل حضرتك. فلما تضيف الحديث ده للحديث انه يدخل النار يوم القيامة من كل 1999 واحد بس في الجنة، لما تضم الحديثين لبعض وكل ده في النار وفوق النار الصراط، تعرف ان حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر. فالراجل ده ماشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يقع مرة وتسفعه النار مرة، يعني تلسفعه النار مرة. فإذا ما مر من على الصراط، طبعا بعد آلاف السنين، فإذا ما مر من على الصراط خرج بقى من الصراط ينظر إلى النار، يعني يتدور كده ويبص لها ويقول تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله ده ربنا نجاني وعديت منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد هيخش الجنة. بيقول يا رب ده أنت اديتني حاجة ما اديتهاش لحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. فإذا ما خرج من على الصراط، يعني اللي هو كان فوق نار جهنم، يغرس الله له نخلة، نخلة شجرة. من الذي يغرسها؟ مالك الملك ومالك الملوك. فإذا رأى الرجل الشجرة يقول يا رب ادنني من تلك الشجرة، يا رب اقربني من الشجرة ديت يا رب، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا ألا إن أدنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك، يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يغرس المولى عز وجل له شجرة أخرى أجمل وأبهى من الشجرة الأولى، فيصرخ العبد يا رب أدنني من تلك الشجرة قربني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول العبد، فيقول المولى عز وجل عبدي ما أغدرك، أنت مش لسه مدي العهد دلوقتي بتقول وعزتك وجلالك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فربنا يقربه من الشجرة الثانية. بعد ما قربه من الشجرة الثانية هتحصل مفاجأة كبيرة. ايه هي المفاجأة؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا رجل بعد ما عدى من على الصراط يا جماعة، واهوال ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويعدينا من على الصراط على خير، بعد ما عدى من على الصراط ومن على النار وبص
الناحية الثانية قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ربنا غرست الشجرة قربوا منها، راح غرست شجرة تانية أجمل من الأولى، قال يا رب قرب منها. فلما ربنا قربوا من الشجرة التانية غرس له شجرة بس في موقع زي ما بيقولوا كده استراتيجي. الشجرة الثالثة دي فين يا جماعة؟ على باب الجنة. الله، شوف احنا قاعدين دلوقتي في المنظر الجميل ده بنقول الله على الجمال والمنظر والهواء والشمس والشجر والمية، حاجة خيالية. فتخيل ان الشجرة دي مغروسة على باب الجنة. فإذا ما اقترب العبد ورأى تلك الشجرة فقال يا رب اللهم قربني من هذه الشجرة، ادنني من تلك الشجرة فلأستظل بذلها وأشرب من ماءها. فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك. والنبي يبتسم ويقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقرب من الشجرة، فلما يقربوا من الشجرة الثالثة يسمع صوت نعيم أهل الجنة هم جوه بقى ما شاء الله في الأشجار والأنهار والخضرة والثمار والحور العين. فقول يا رب يا رب. فيقولوا ماذا تريد يا عبدي؟ يقول يا رب أدخلني الجنة، خلاص بقى أنا مش عايز أي حاجة، أنا بجيب من الآخر يا رب دخلني الجنة. فيقول جل وعلا اسمع الكلمة الحلوة دي، عبدي ما الذي يصريني منك؟ إيه يصريني ديت؟ أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع السؤال بيني وبينك؟ يعني عايز أقول له إيه؟ إيه اللي يرضيك بقى عشان ما تطلبش حاجة بعد كده؟ أترضى، ده ربنا بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ شوف الدنيا كان بيتخانق مع أخوه على 100 جنيه و50 جنيه وعلى طبق كشري وحاجات كده، فاهم إزاي؟ لا ده بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فالعبد كده إيه؟ هيروح مكشر بقى. هيكشر ليه؟ ده ربنا بيقول له خد الدنيا. هيكشر لأنه ظن إن ربنا بيستهزئ بيه. فيقول له أتهزأ بي أو أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ بقى معقول يا رب أنت هتديني الدنيا كلها ومثلها معه وأنا آخر واحد خارج من النار؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بيقول له هو في حد هيمنعني من ان انا اديك الدنيا ومثلها معها؟ هديها لك. فيعطيه الدنيا ومثلها معها، ده اخر واحد هيدخل الجنة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الراجل ده بعد ما خرج من النار كده من على الصراط ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة واداله الدنيا ومثلها معها؟ قال لك لانه لسه خارج من هول النار ومن عذاب النار ومن لفح النار وهو فوق الصراط. وبعدين ده النبي قال وتسفعه النار مرة، ده عمال بيتلسوع من النار بقاله آلاف السنين. ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة؟ لأنه لو دخل الجنة مرة واحدة لمات من هول المفاجأة، وأهل النار وأهل الجنة لا يموتون، خالدون مخلدون فيها أبدا. فربنا تدرج معاه في اللذة، شجرة وبعدها شجرة أحلى من الأولى وبعدها شجرة أحلى من الاثنين على باب الجنة، وبعدها خش الجنة، وبعدها خد قد الدنيا ومثلها معها وانت في الجنة. فده من رحمة ربنا أنه تدرج مع هذا العبد. في رواية تانية جميلة جدا جدا أيضا عند مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهي رواية مضحكة ولذيذة جدا، رواها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقال له اعرضوا عليه، يقول المولى عز وجل الملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخلوا كبارها، يعني عرفوه الذنوب الصغيرة اللي هو ارتكبها كلها وما تعرضوش عليه ولا ذنب من الذنوب الكبيرة التي ارتكبها. فالملائكة تعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، يقول له بلى يا رب، عملت وعملت كذا وكذا وكذا، ايوه عملت يا رب وعملت كذا وكذا. فاذا عرضت عليه صغار الذنوب، خد بالك، وظن العبد انه من اهل النار، واذا بالحق جل وعلا يامر الملائكه ان تبدل له مكان كل سيئه حسنه.
يقولوا له في الاخر شفت كل الذنوب الصغار اللي انت عملتها دي كلها بالملايين شفتها اتقلبت حسنات. فهنا يقول العبد رب ان في ذنوبا لم ارها في هذه الصحيفه. يعني عايز اقول له ايه، ما دام بقى الذنوب الصغيره دي اتقلبت لحسنات، لا ده في شويه كبائر بقى زي الفل اللي عاملها، يا ريت تجيبها لي كمان وتقلبها لي حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا أدنى أهل الجنة. ورد في حديث إن ربنا يقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا أو لك ذلك ومثل 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 خمس مرات، وفي الآخر قال له وعشرة أمثاله، يعني أدي 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله كمان قال له إيه ولك ما اشتهت نفسك. يعني أنت خدت أدي 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك، طب أنا يا رب نفسك تشتهي إن أنت تديني قال أدي اللي اديتهولي ده مليون مرة لك ذلك، لأنك بتطلب من الغني سبحانه وتعالى. وفي الرواية الثانية إن أدنى أهل الجنة لي أد الدنيا 11 مرة، وآخر أهل الجنة له الدنيا ومثلها معها سبحان الملك. طيب أعلى الناس منزلة يوم القيامة، معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام اولئك الذين اردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر، دول اعلاهم في الجنه. لا انا اقصد الشخص نفسه، في واحد بس هو ليه اعلى منزله في الجنه، ودي محتاجه كلام النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول المولى عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى، ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد. وده تفسير مجاهد رضي الله عنه وأرضاه في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى إلى السماء التي تليها، فبكى موسى عليه السلام وقال: ربي لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أمال إيه أعلى منزلة في الجنة؟ أعلى منزلة في الجنة يا جماعة اسمها الوسيلة. احفظوا الاسم ده، اسمها إيه؟ الوسيلة. إيه الدليل على الموضوع دوت؟ حديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بيقول الله أكبر والله أكبر، بيقول كذا بيقولوا زي بالضبط ماشي، إلا بس في حي على الصلاة حي الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي، وهي أعلى منزلة في الجنة. فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا هيقول: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث لهم محمود الذي وعدته، لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوم في الجنة أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وأعلى الناس منزلة في الجنة صلى الله عليه وسلم. من الآن فصاعدا ومن النهاردة حدد موقعك من الجنة، عايز تكون فين؟ في أدنى أهل الجنة، خلاص خليك أدنى الناس طاعة واكتفي بالفرائض فقط.
أما إن كنت تريد أن تكون من أعلى الناس درجة في الجنة اجتهد على قد ما تقدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة لما قال له سل شأن يا ربيعة، قال له أسألك مرفقتك في الجنة يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. جمعني الله وإياكم في أعلى درجات الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.